معي احد افضل المدربين حوالي جده وايضا مدرب اكاديميه الملكي حقيقه الاستاذ يوسف البقري. يمسي عليك قناه خطبه زيدان. يا هلا فيك وكل الموجودين ان شاء الله في هذه البطوله. ما شاء الله اسم لامع في حواري جدة وأيضا في بطولات الأكاديميات في حواري جدة متابعا لهذه البطولة وأيضا لهذه الدورة، ما رأيك بدورة المفاجآت الخامسة؟ والله شوف بالنسبة للبطولة هذه أنا ما عندي متابعة جيدة في هذه البطولة، لكن يعني كل ما أحضر هنا مباريات تكون حلوة، يعني مباريات جيدة حقيقة يعني العربي وعندك القلعة، وقبل هذه المباراة كانت في مباراة القايدي، يعني مباريات كلها حلوة. ما شاء الله عاشق لنادي الأهلي، منتمي لنادي السفير وأيضا فريق الملكي، آخر استعدادات فريق الملكي في بطولة القايدي، على ما أظن بأنك مشارك في بطولة القايدي. إن شاء الله بإذن الله مشاركين بطولة القايدي، استعدل لها إن شاء الله بإذن الله. وايضا في بطوله هنا في دوره المفاجات بطوله اكاديميات ايضا ان شاء الله باذن الله حنكون مشاركين فيها باذن الله بقوه. المره الاولى اشتركنا في بطوله التسامح، بدايتنا كانت بدايه يعني جيده كاول بطوله، لكن بطوله القاعدي باذن الله داخلين بكل قوتنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. متواجد متابع، وش رايك دوره المفاجات؟ والله دوره ناجحه، يعني كل سنه تكون احلى ما شاء الله. أشارك في البطولة؟ إلا مشارك. معي فريق؟ فريق لوس. عندكم فوز وعندكم تعادل؟ لا فوزين وتعادل. يعني المباراة الجاية مباراة نقاط؟ إن شاء الله. برضو نطمح للمركز الأول إن شاء الله. يعني طامحين للبطولة؟ إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. الجميع. القلعة 6 نقاط يطمح في هذا المساء للنقطة رقم 9 في هذه البطولة. والله نقول الحمد لله احنا ما جينا من مكة إلا إنه نتطور ونطمح للمزيد وإن شاء الله لقدام، وزي ما أنت شايف إنه الحمد لله العيال ما قصروا جيدين، وحتى المدرب يسوي اللي عليه، وإحنا كمان واقفين مع الفريق إن شاء الله لين ما نرجع، وإنتوا كمان ما قصرتوا ما شاء الله واقفين معانا والحمد لله. موفق إن شاء الله. الجميع.